الدراري باغيين يدخلوا في ليستوار. اول مره اللي غنربحوا البرازيل صراحه هاد الدراري كيديروا اللي عليهم. لعبوا بروميير ميتون، بروميير ميتون كنا مزيانين، دوزيام ميتون شفتو كان نعيا، كان دي بليسي. ام رباط لعب مريض، عندنا حكيمي كان بليسي ولعب، وناحي كان بليسي وكمل. هاك الحمد لله هو هذا الجروب اللي كيدخل كيتقاتل. عجبتني لا دوزيام ميتون باسكو ما كناش مزيانين، والدراري ما تلقوش الدفاع، ما تلقوش والفوز على هاد الجمهور. هادشي اللي كنا بغينا، قلنا خصنا نخرجوا بالرباح باش نفرحوا الجمهور ديالنا ونقول لهم شكرا على كل شيء اللي كيعطيونا. جمهور كبير ديما كنقولها، والصراحه هاد الشعب حنا كنبغيوهم كيبغيونا، وديما غنتقاتلوا. ولا كان النتيجه الحمد لله ولا ما كاناش، بعدا غيعرفوا ديما غيكون الفرقه اللي غتقاتل، واللي مهم هي الفرحه ديال هاد الجمهور. والحمد لله هنيئا للمنتخب الوطني المغربي بالفوز على منتخب البرازيل، وهو أول فوز للمنتخب الوطني المغربي على البرازيل في التاريخ، وبالتالي ينضم منتخب البرازيل للمنتخبات التي هزمها المنتخب الوطني المغربي، وهي بلجيكا والبرتغال وإسبانيا. نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني في باقي المنافسات، وخاصة المنافسات القارية كأس أمم إفريقيا وأيضا كأس العالم المقبلة. تحياتي لكم والسلام عليكم.